عرفناها ب 100 راجل فعلا. أيوة مش كلام والله. بس عايزه اقول لك على حاجه، هو بيتكلم في نقطه يعني قويه جدا، نقطه يا جماعه الثقافه. الراجل المصري مش بقول طبعا كلهم، بس هل الراجل المصري انت تقبل يعني في رجاله ما تقبلش على نفسهم ان الست بتاعته ماشيه في الشارع في شعرها باينه، فلو هي هتجيب ست اجنبيه تعالى بقى هتنزل لك بالاستومك وبالبنطلون الضيق ومش عارف القصير، ما دي الفكره. ما هو ده اللي بنقوله، ما هو ده لا يتماشى يا باشا مع ثقافتك. فممكن يتماشى مع ثقافه راجل غيرك، واحد يقول لك لا انا اوبن انا فري فعادي هجيب واحده الناس انا ماشي جنبها وناس اتفرج عليها، واحد تاني يقول لك لا انا اسف مش هقبل، يبقى ساعتها هقول له الاجنبيه ما تلزمكش. الاجنبيه بتقول لك ما تتدخلش في لبسي، ما تتدخلش ان انا اروح احضن واحد صاحبك. طب ما تيجي نسال السؤال بطريقه ثانيه، ايه اللي الرجل المصري بيفتقده في الست المصريه وبالتالي بيبحث عنه في الست الاجنبيه؟ ده لا انت تنفعي لايف كوتش خلاص كده. احنا هنخرج بالحلقه دي يا جماعه من بحنان. خلاص خلاص كده. الرجل المصري، الرجل المصري او الست المصريه، المواطن المصري مفتقد ايه في نفسه في الاساس عشان بيدور عليه في الشريك اللي معاه؟ انا المفروض ان انا بشارك حياتي مع حد يكملني، يخليني اتطور، لما اتغير اتغير لشكل متطور مش لشكل غير مريح بالنسبه لي. على فكره انا ضد فكره ان حد يكملني دي. لا بس هقول لك على حاجه، في حاجات التكمله هنا بمعنى ايه؟ ان انا راجل طموح دلوقتي عندي طموح عايز احققه، اوكي؟ فلما يكون معايا حد بيسبورت ده او بيدعم ده ده بيفرق، لان هو بيبقى تطور. في فرق ما بين السبورت وفي فرق ما بين ان الكواليتيز او المواصفات اللي بتكملك. يعني مثلا انت واحده اعلاميه مثلا، حد تاني مش شاطره في مجال الاي تي مثلا او في مجال انك تقعدي على كمبيوتر تعملي حاجه، حد تاني ممكن يبقى شريك حياتك شاطر فيها، فانتوا الاثنين بتكملوا بعض فيها. انت متحدثه لبقه، فلما تدخلوا مكان انت تتحدث يعني، فاهمه قصدي؟ مش بس المهارات، بنكمل بعض فيها. الصفات برضو الشخصيه مش بس المهارات. يعني اعتقد مثلا ان انا لما اكون شخص عصبي شويه او باخد كل حاجه على جهاز العصبي، لازم التاني يبقى هادي، هادي شويه. فده هيعلمني، لو انا راجل عايز اتعلم، لو انا راجل عايز اتطور، مش اللي هو يا جماعه انا كده ومش هتغير. هتفرق جدا لما انا ابقى اللي معايا بتهديني فابدا انا اتعلم منها، ابدا انا لما الاقيها بتحتويني في اللحظات دي لازم يبقى عندي من الرجوله ان انا كمان احتملها، لان هي اصلا مش عصبيه، فلما تتعصب لا نخلي عندنا. طب قول لي بقى، قول لي السؤال ده احنا دينا سالناه، قول لي الرجل المصري بيفتقد ايه في الست المصريه وبالتالي ممكن يلجا ان هو يبحث عنه في الست الاجنبيه؟ لا حاجات كتير جدا ونسبيه. اللي هي ايه بقى؟ ونسبيه زي بالظبط، زي بالظبط اللي مفتقداه الست المصريه في الراجل. اول حاجه الانصات. احنا لا بس اقول لك على حاجه، لو جيت هنا نتكلم لا انا بقول قاعده علميه، انا لسه بقول رايي. احتياجات الست غير احتياجات الراجل، الراجل بطبعه بصري في ريليشن شيبس او في العلاقات، الست سمعيه، فالست تبقى عايزه اللي يسمعها، الراجل بيبقى عايز يشوف واحده حلوه. فمبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم خلينا في الراجل بس عشان احنا اصلا ما بنعرفش خالص هم عايزين ايه. قول والنبي يمكن نعرف نوصل لحاجه. هو انتوا اللي ليكوا كتالوج نفهم منه حاجه؟ لا لعلمك احنا واضحين جدا. قول بس الوقت هيخلص مننا. مش اوكي الراجل طبعا اكيد محتاج حد يحسسه ان هو اللي بيعمله ده مش رايح على الارض، محتاج ان هو يتسمع بس الراجل ما بيعرفش يسمع. دي نقطه برضو بتحصل عند رجاله كتير ما بيعرفوش يسمعوا. ما عشان كده بنقول للرجاله لازم تستسلموا نفسكم. أبلة باشا، ما هو أبلة اشتري منه أبلة، عايز اقول الكلمتين أبلة. ماشي سيبيه سيبيه روشن معلش في الوقت هقول لك على حاجه. زي ما انت قلتي، زي ما انت قلتي دلوقتي ان هو الراجل بصريا نشط اكتر مش سمعيا زي الست. انتوا عارفين ده صح، ورغم كده بتصرفوا مصاريف رهيبه على الميك اب وعلى الحاجات، في حاجات احنا مش هنشوفها. احنا انتوا بالنسبه لنا زي الابلكيشنز كده، تنفع 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 طبعا كلكم تنفعوا تنفع تنفع. انا بتكلم مش بشكل عام. ايه ده؟ ايه اللي انت قلته ده؟ طبعا، لان احنا متربيين على كده. لما تبقى ام بتقول لابنها يا تخد دي بيضه يا ولد، دي بيضه وحلوه ومربربه كده وبتاع، وكان انا جايب بشتري مرتبه مش بشتري بني ادم. طيب ونصرف على الميك اب بقى عشان هو ده اللي هتشوفه. يعني انت عايزه راجل، عايزه راجل حابب الميك اب مش حاببك انت؟ هو كله بيطلع في الغسيل. لا كله بيطلع في الغسيل.